ام يونس. اهلين ام يونس، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ ليه الحمد ليه الحمد، كنشكروا الجزيره وكنشكروا قطر على التنظيم وعلى هذا التنظيم الرائع، وكنشكروا المغرب والله يجعل سيد ربي يعطيهم الفوز. يعني انت تشجعي المنتخب المغربي؟ كنشجعوا المغرب وكنشجعوا العرب كاملين. نعم. طيب انت متفائله بالمباراه القادمه؟ بالمباراه القادمه ان شاء الله باذن الله، وكنطلبوا ربي يعطينا الكاس. طيب نديو الكاس ان شاء الله. فرحتي؟ فرحتي فرحات فرحانه بزاف. وكنشكر قطر على التنظيم. ايوه. وعلى هذا التنظيم الرائع وعلى هذا الاجواء الزينه. طيب. ليه الحمد. الحمد لله. الحمد لله. طيب الأجواء هذه اللي تعيشيها الآن في سوق قطر والحديد، غزال كل شيء، غزال كل شيء، منظم كل شيء، زين. الله يسركم ويرضي عليكم. من أعجبك من لاعبي المنتخب أكثر واحد؟ مغاربة. من المنتخب المغربي من اللاعب أكثر واحد عجبك؟ كلهم عندي إعزاز كلهم. لا يعني في واحد أكثر شيء؟ كلهم المغاربة كاملين. يقولوا على إنه صلاة المدرب فيها بركة. الشريف الرقراقي، شريف شريف الرقراقي، الله يرضي عليه والله يعطيه الفوز. طيب يعني في ضربة الترجيح، أنت تابعتي ضربة الترجيح؟ يا ولدي إيش كان شعورك والحارس؟ كل شيء الشعور ديالي مي كانت تماركة، كانت تماركة معاه. طيب